غادر الجندي جمال جون هاشم منزله في القبيات فجرا ليحضر خبر استشهاده بعد نحو ساعة، بعدما استهدفت جماعة مسلحة حافلة للجيش اللبناني في منطقة البيرة. في القبيات كان وقع الفاجع على العائلة قاسيا، لم تستطع أم جمال التكلم ولكن دموعها تحدثت عنها، فيما لم تفارق صورة الشهيد أيادي أختيه. ولكن وبرغم المأساة يصر البيت الذي قدم شهيدا على التضحية من جديد متى دعت الحاجة. أنا عندي صبي تاني، هلا إذا بده يروح على الجيش أنا بقول له روح على الجيش، ما عندنا مشكلة، نحن بنقدم شهداء، ولو عندي ولدين وثلاثة وبدي يروح على الجيش رح حمسهم يروحوا على الجيش، يعني بتعرف عسكري بيموت على الجبهة بيكون هذا يعني راح شغلته يموت على الجبهة، بس إنه إنسان نازل على شغله ويقتلوه بالطريقة اللي صارت فيها هذه كثير كثير بتأثر علينا وحاسين إنه صعب علينا ومش حتقطع هيك. العائلة التي تقبلت التعازي في صالون كنيسة القديسة مورا شدد أعضاؤها على أهمية أعطاء الجيش اللبناني الغطاء الكامل للاقتصاص من المجرمين، فيما استنكر أهالي المنطقة الذين حضروا لمواساة العائلة الاعتداءات المتكررة على المؤسسة العسكرية. هذا من أول حدث بيقع، أنتم بتعرفوا أنه هذا الحدث وقع قبل وقع قبل وقع قبل ويمكن إسا يوقع بعده وبعده، وصحيح هلأ قتل جمال أو استشهد جمال.